مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعي المباشر. معايا على الهاتف المهندس أحمد عبد الكريم، مدير مصنع سكر أوس. مرحب بحضرتك يا فندم. يا أهلا وسهلا. يا أهلا، كل سنة وحضرتك طيب. مرحب بحضرتك وبضيوفك الكرام وبالقناة بشكرك. الله يحفظك. استعداداتكم إيه، خصوصا إن المحصول يعتبر أهم محصول في المحافظات الصعيد وخصوصا الأقصر؟ الإعلان عن السعر اللي انتوا بتستلموا بيه، طريقة النقل، طريقة الوزن، تحديد نسبة السكر، دي كلها من المعلومات اللي بتهم المزارع. أخبارنا إيه؟ لا الحمد لله، احنا بدأنا الموسم السنة دي 1/1/2019، أيوة. ويعني بنبدأ بالموسم العصير، وطبعا عملية الوزن بنستلم القصب من المزارعين بالوزن. عملية الوزن لا تدخل بشري فيها إطلاقا، وتتم أوتوماتيك عن طريق موازين معايرة ومدموغة من مصلحة الدمغة، والمزارع ممكن يجي يشوف الوزن بتاعه، لأنه احنا بنستلم بالوزن وليس بالحلاوة. فبيجي المزارع يعني ليه مندوب إذا كان على الجرارات أو التيكوفيل، وفي شاشة خارجية بيشوف الوزن الفارغ والقائم، وبيعرف الوزن بتاعه على طول اوتوماتيك دون تدخل بشري اطلاقا. يعني عمليه الحسابات البشريه دي بطلناها خالص، كله بيتم عن طريق الكمبيوتر. جميل جدا. في بعض المظاهر اللي هي السلبيه، اللي هي زي حرق القصب، اخباره ايه وبتتعاملوا معاه ازاي؟ والله المشكله دي صراحه يعني بتاثر تاثير مباشر على ناتج السكر وعلى المحصول القومي للبلد، واحنا بنعمل حملات توعيه وبتاثر على المزارع ايضا، يعني بتضر المزارع ضرر شديد، بالاضافه الى انه بتضر المصنع وبتضر الشركه ضرر شديد ايضا. أيوة. بتخفض ناتج السكر نتيجه انه يعني بعد ما نقدرش احنا نتهم المزارعين، احنا نتهم ممكن نقول بعض المقاولين بيقوموا بحرق بعض القصب على اساس انه يوفر معاهم في العماله، انما دانا من ناحيه ثانيه بيخسر المزارع ويخسر الشركه في ناتج السكر. ما تقدرش تقول له لا ما تدخلش عندي القصب ده؟ لا للاسف ما اقدرش اقول له، يعني انا عندي نظام في استلام القصب المحروق، يعني حاجه اسمها بالخصم لو كمل اسبوع او بعد الاسبوع، بيكون حاجه اسمها بالتحاليل، باخذه بناتج السكر، بقى النظام القديم الزماني، انا زي ما بيجيب القصب بتاعه سكر بحاسبه عليه. بقول لحضرتك ايه، هو مش النظام القديم ده كان احسن؟ ده كان احسن للشركه، انما يعني طبعا مع التطورات والقوانين الحديثه والحاجات دي وما ادخل على النظام، انه يعني اضطرت الشركه او الحكومه اقرت انه يعني يستلم بالوزن، لانه هو كان حاسس انه الزارع بيظلم في حكايه ناتج السكر. فدلوقتي كله بيجي بالوزن مباشره، هو نفسه حتى الوزن بتاعه هو المحروق بيقل ايضا كمان، لانه اتحرق واتبخر منه ميه وحاجات زي كده، بيقل ايضا، يعني بيضر المزارع برضه ضرر كبير. صح. حقوق المزارعين، حضرتك قلت لي ابتدينا من 1/1/2019، الناس ابتدت تصرف مستحقاتها؟ طبعا اول يمكن 15 يوم الاولانيه على طول. اللي بيورد بياخد 90% من مستحقاته. كويس، اللي بيورد بياخد 90% من مستحقاته. 90%، الباقي بيقعد تحت حسابات نهائيه، يكون لسه معاها قصب ثاني، مع حاجات اخرى، معاها تصفيه حسابات، تصفيه حساب، ما بيبقاش مبلغ كبير يعني، هو بيبقى لا بيبقى مبلغ قليل تحت بند البنك الائتمان الزراعي والحاجات زي كده. ايوه يعني. طيب بالنسبه عايز اخش في نقط فنيه شويه. انا ده النهارده عشان اطلع طن سكر محتاج قد ايه قصب؟ كم طن قصب؟ هو شوف حضرتك، طن القصب بينتج في حدود من 10 ل 11 من 100 ل 110 كيلو سكر، يعني نقدر نقول النسبة المئوية لناتج السكر 10% ل 11%. ده طب ايه الناتج اللي يخليه يختلف من 10 ل 11 او 11 وشوية؟ الظروف الجوية، يعني السنة دي على سبيل المثال الظروف الجوية مختلفة شوية، من انخفاض درجة حرارة. الطن الألف كيلو، الطن الألف كيلو، الألف كيلو يطلع 110 كيلو أو 100 كيلو، يطلع 100 كيلو أو 110 كيلو، يعني أنا لو محتاج طن سكر يبقى أنا عايز 10 طن قصب تقريبا، أو 11 يدوني 11 بالزبط. تمام. إيه هي النواتج الأخرى غير السكر؟ إيه اللي أنا بستفيد إيه من القصب تاني؟
لا هو القصب ده طبعا احنا بنشتريه او الشركه بتاخده من المزارع كماده خام، يعني قصب كماده خام. المفروض المصنع او الشركه بتستخلص السكر الموجود فيه، بتوجد فيه مخلفات اخرى موجوده في القصب زي المصاص والحاجات دي، وبتفضل برضه في النهايه بعد نهايه العمليه المصنعيه بتفضل حاجات اخرى يعني لا تذكر، نسب بسيطه جدا زي مولازي حاجات زي كده، يعني حاجات ايوه بسيطه جدا يعني. تمام. انما احنا لكن هو كمصنع المخلفات بتاعته انت بتوردها لمصانع اخرى، ولا انت في نفس المكان بتقدر ان انت تستفيد منها؟ احنا في يعني الشركه كانت سباقه في هذا الموضوع، اه وانشات بعض المصانع الملصقه بمصانع السكر، زي مثلا هنا في قوس عندنا احنا حاجه اسمها مصنع الورق. ايوه فالمصنع ده بياخد المصاص اللي عندنا كماده خام ليه هو، ويستخرج منها تجرى عليها عمليات صناعيه اخرى واضافات مواد كيماويه اخرى، ويعني عمليه مختلفه تماما عن عمليه استخلاص السكر من القصب وتطلع الورق الابيض اللي احنا بنشوفه. عملية النقل وعملية كسر القصب بتتم التنسيق ما بينكم وما بين المزارعين ازاي؟ لأن ممكن يحصل بالضبط كسر بتتم قصب يعني. بكميات كبيرة فده يعمل عملية تكدس في لا هو طبعا بالنسبه للنقطه دي في خطه موجوده هنا مبرمجه على الكمبيوتر، في خطه للكسر، النهارده يكسر المزارع فلان فلان وهكذا، بحيث انه احنا نكسر على طاقه المصنع، طاقه المصنع 12000 طن في اليوم. طيب احنا نكسر في حدود 12000 طن في اليوم، يوصلون لنا في اليوم بالتنسيق مع المزارعين تمام، والتواريخ الكسر السابق. 12000 طن كل يوم تقدر تستقبله، نستقبله. ما شاء الله. تطلب ايه من المزارعين؟ يعني انا في بعض الارشادات كده بحيث ان يجي لك المحصول ما فيهوش مشاكل، يجي لك المحصول تقدر كمصنع تتعامل معاه، ايه المعوقات اللي بتقابلك في عملية الصناعة؟ المعوقات يعني انا بطلب من الاخوه المزارعين يعني المحافظه على المحصول، لانه ده ثروه قوميه للبلد، المحافظه عليه من الحرائق، من الحرائق، ودي في مقدره المزارعين وخاصه المزارعين الكبار، يعني يسيطروا على عمليه الحريق، لانه حريق عمليه حريق قصب ضاره جدا زي ما قلت لحضرتك سابقا بالمزارع نفسه وبالعمليه الصناعيه. تمام. ده حاجة، وبعد كده برضه بنطلب منه، واحنا عندنا يعني لجان توعية بتمر على المزارعين ويوميا، يعني احنا ملتصقين، اصل احنا والمزارع توأم. أيوه. ما بننفصلش على بعض، لو واحد فينا الله لا قدر مات الثاني هيموت على طول. صح. ما فيش يعني انفصال بيننا ما بينهم، وكل يوم احنا بنوعيهم ونقول لهم الحريق ده خطورته كذا وكذا وكذا، وهم بيحسوا بهذا الموال. يعني ده خطورة كبيرة جدا، وبرضه بندعوهم أيضا لأن هم بيدفعوا فلوس للعامل، يعني بندعوهم أيضا لنظافة القصب، لأن نظافة القصب ده موضوع مهم النقل أخباره جدا. إيه يا فندم؟ يعني النقل اللي هو عن طريق القضبان أو السكك الديكوفيل، ما يسمى بالديكوفيل. الديكوفيل أخباره إيه؟ ده كان في بعض الأماكن ما بيوصلهاش. ما في هو الديكوفيل بيصل لجميع الأماكن إلا بعض الأماكن الأخرى اللي هي استجدت على الشركه دي، بتدفع الشركه دعم للمزارعين نظير النقل، يعني هو يجيبه بمعرفته عن طريق الجرارات او حاجه زي كده، ويعني بتدفع بيصرف كام على الشركه الطن؟ بياخد كام على الطن؟ على حسب المسافات، يعني لها جدول محدد وبيننا وبين المزارع، وبياخد ومستريح هو الموضوع ده. السعر كام اللي بتستلمه بيه الطن دلوقتي؟ بتستلم بكام؟ ب 720 جنيه الطن. ب 720 جنيه الطن، ده شامل كل حاجه ده؟ شامل كل حاجة، العلاوات او حوافز او ايا كان 720 جنيه. الناس راضيه؟ الفلاحين 720. الفلاحين بيقولوا نعم. ايه على السعر ده؟ هم يعني طبعا هو كل واحد مش بيرضيه، عايز لكن هم من حقهم يكسبوا برضه. طبعا من حقهم يكسبوا، لكن هو السعر ده مرضي الى حد ما، ويعني انا بقول لك ايه، بما بحتك ان مع حضرتك اساسا انت حضرتك مهندس زراعي وراجل فلاح، كيميائي انا نعم كيميائي. كيميائي، بس كيميائي حضرتك يعني قريب من الفلاحين طبعا وعايش نفس معاهم، انت المنطقة. شايف ان السعر ده مجزي مرضي؟ انا بحتك ببعض المزارعين الكبار، ويعني السعر مرضي يعني، مش وبعد كده هو السعر حضرتك اللي بتحدده برضه لجنة عليا من
وزاره الزراعه صح، هو ده ليه ضوابط وزاره الصناعه وليه ضوابط اخرى يعني وزاره التموين، لان انت عندك محصول يعني استراتيجي لازم يكون ليه ثبات سعر في الاسواق. بالظبط بالظبط. فاحنا برضو انا بناشد المزارعين دايما نهتم بالمعلومه الارشاديه عشان نزود الانتاج، فنزود الانتاج نقدر ان احنا نزود الربح. والنقطه الثانيه، الدوله غيرت في نظام استلامها، بتستلم بالوزن، ودي في مصلحه الفلاح من الدرجه الاولى، ان انا لو انا حاسبته بنسبه الحلاوه او نسبه السكر في القصب السعر هيفرق خالص مع الفلاح وهيقل عن كده. طبعا. بشكر حضرتك المهندس احمد عبد الكريم مدير مصنع سكر اوس. شكرا شكرا. بشكرك وكل سنه وانت طيب.